واثنين وهم عدوان ناويين علي. آه يا وادي وين عين عين علي. وقت بلشت الثورة كنا عم نحكي عن إنه البلد ما بقى ينحمل. أنا كنت خايفة من الجمود، كنت خايفة إنه ما يصير في ثورة. أنا بعتبره اللي راح عنه هيدا النهار، اللي ما عاشوا عن جد بالأرض، ما عاش أجمل يوم فعلياً سياسي بالبلد. بلدي حبيبي يا نور عيوني، حكام البلد عوروا عيوني، قتلوا أصحابنا. يا شعب لبنان اللي على لحظة كنت صدقت إني عظيم. روح يا حمام قول يا سيدي، نحن لا نقل. شو معقول نعمل؟ نسكت نرجع نعيش 30 سنة بس لأن خايفين إنه يصير فلتكو؟ ويصير لما بحلفت ضمير خلص الخوانة. شفنا عالم خسروا عيونهم، عالم خسروا رجليهم، عالم خسروا ايديهم. اول مره بحياتي بحس انه عن جد انا شخص حر، انه في اعمل شو ما بدي. في بدايه دخولنا للحراك يعني باول ثلاث ايام حسينا انه نحن عم نعيد صياغه الهويه. ممكن رح ندفع ثمن هالحريه اللي نحن طالبينه، يمكن غالي بس ما بتحس همك، تحس انه هيدا اللي لازم ينعمل. يعني انا شايفه المدن عم تتدمر بس ماني شايفه شيء بلحظه واحده بهيك بثواني بينتهي.